منتخبنا لكرة قدم الصالة الفوتسال يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا. اليوم نزورهم علشان نتعرف على تدريباتهم واستعداداتهم لهذه المهمة الآسيوية التي ستقام على هذه الصالة في مملكة البحرين. ابتدى التركيز يكون حاضر في تدريبات منتخب الصالة. التصفيات قربت وبرنامج الإعداد تقريبا صار واضح، وبالتأكيد راح يشمل مجموعة وديات. المجموعة حاليا احنا وصلنا الى 26 لاعب، بينهم لاعبين شباب اول مرة يتم اختيارهم او ما مثلوا المنتخب. في الخطة اللي احنا نشوفها ان احنا محتاجين في الفترة القادمة حق تبديل بعض العناصر، فاحنا دمجنا فريق شاب مع المجموعة اللي بتشارك في التصفيات ان شاء الله الاساسية، ويكون وجودهم ويا اللاعبين الخبرة واللاعبين اللي احتكوا في بطولات وايد، هذه راح يفيدهم وايد بالنسبة حق البطولات اللي ممكن الاتحاد يخلينا نشارك فيها، سواء كانت الاندور جيم في تايلاند او البطولات الودية اللي احنا نقدر نشارك بالفريق الشباب عشان يحتكون ياخذون خبرة وسط اللاعبين الخبرة اللي موجودين عندنا. اعداد المنتخب حاليا احنا ارسلنا رسالة رسمية حق رومانيا لاستضافتهم في بداية اغسطس، ونفس الشيء طرشنا حق المنتخب العراقي، وان شاء الله ان تتم الموافقة من صوبهم عشان يكونوا موجودين في اخر اغسطس. اليوم يعني اتصال من المنتخب السعودي، المنتخب السعودي راح يكون عنده اعداد برا المملكه العربيه السعوديه، ولكن اخر في نص شهر 9 سبتمبر بيكونوا موجودين. اتصلوا لنا، ننتظر بس رسالاتهم الرسميه عشان ننسق وياهم، احتمال نلعب وياهم مبارتين في الدمام في 18 سبتمبر. اتحاد الكره البحريني تعاقد مع مدرب جديد لقياده الفريق، وهو البرازيلي رافائيل، واللي بتكون له التصفيات بمثابة محطة اختبار أولى. We are working very hard. The players they have a very good quality. We have different groups. We have players with more experience, and these players they understand and they play futsal for more time. But also we have young players and they have. So we are training, as we mentioned. We have so far we have two friendly matches, official friendly matches against Iraq and against Saudi. We still trying to manage other friendly matches in this time, because now it's very important for us to play matches, even to give us direction of what we have to improve for the next important tournament. المنتخب يضم مجموعة وخليط من اللاعبين، سواء لاعبين خبرة أو عناصر شابة. المفترض المدرب مع الأعداد يختار المجموعة اللي بيعتمد عليها في التصفيات. لازم نتعرف، البطولة راح تكون في البحرين ومنتخبنا إن شاء الله بيكون جاهز. استعدادات سبايون كالعادة متعودين على التصفيات، يمكن التصفيات تكون دائما أصعب من كأس آسيا بحكم تأهل دائما يكون صعب. مجموعتنا زينة، منتخب الكويت منتخب قوي، وإن شاء الله نقاتل على نتأهل من المجموعة ونطلع بصورة أفضل من اللي طلعنا فيها آخر مرة. مجموعتنا في التصفيات فيها الكويت وبروناي وتيمور الشرقية، مجموعة ما هي بصعبة وما هي بسهلة، والمطلوب التعامل معاها بكل جدية. استعداداتنا الحمد لله جيدة، المنتخب شبه يعني مجدد جديد، المدرب جديد، وكالعادة البحريني دائما عنده طموح، يعني مثل ما تشوف صار لنا فترة حين قاعدين نعد. مجموعتنا مو سهلة، مجموعتنا حلوة نوعا ما، وإن شاء الله نكون جاهزين حق هذه بالذات، إن راح تكون البطولة على أرضنا وبين جمهورنا. أحمر الصلاة بيدخل التصفيات وهو مدعوم بالأرض والجمهور، والباقي أنه يكون في الموعد وبالتأهل يخلص الأمور.